نستأذن عليكم ببعض الاتصالات. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي وسواس مرة شديد. نعم. يعني أعوذ بسبب الله وهذا تجيني مرات كثيرة. طيب هل عندك سؤال آخر يا فاطمة؟ أيوة نعم يا شيخ. تفضلي. طبعا لا لا خلينا في الوسواس يا فاطمة. ويا شيخ الآية إن الذين كفروا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني يا شيخ هل إن شاء الله، أنا سمعت في اليوتيوب بعض المشايخ يقول الله سبحانه وتعالى إذا العبد إذا صدق مع الله تاب وصدق يعني يتوب الله عليه. أبشر يا فاطمة، تسمعين توجيه الشيخ حول هذا الموضوع؟ خلنا نكلم فاطمة يا شيخ. فاطمة اسمعي الشيخ، اسمعي الشيخ بيسألك. نعم يا شيخ. الوسواس اللي معك وشو فيه؟ تقول في سب الله. في سب الله أعوذ بالله. أي هذا يا بنتي بارك الله فيك، يعني يجب عليك أن تعرف الأمور الشرعية. الأمور الشرعية في هذا قبل العلاج، العلاج يجب أيضا تعالجين، لكن الأمور الشرعية ترى منتي باللي تسبين، ترى اللي يسب الشيطان يتكلم على لسانك. اسمعي قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال، يحسي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والثانية وقاسمهما يحلف إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، والثالثة رب العالمين يقول في آيتين من القرآن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور سمعتي الغرور؟ أو اللي حتي ما عليت، وأنا بسألت يا فاطمة واصدقيني اصدقيني قولي والله لأصدق معك، قولي والله والله. طيب لو جاء واحد وعطات مليار وقال سبي الله تعالي وسبي الله، بتسبين الله؟ لا والله يا شيخ. ها طيب انت الان تسبين بلاش على كلامك انت، فهمتي ولا لا؟ لو يعطيت واحد مليار ما سبيتي؟ ما هو بنتي ما بالله هو الخبيث، انت ما تسبين. اسمعي، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الواحد يتحدث مع نفسه ما يتمنى أنه حمم فحمة يحترق مرة ولا حسيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذلك محض الإيمان. هذا يا بنتي من إبليس، إذا جاءت هدف إبليس أن استحزني، فهمتي؟ إنما النجوى من الشيطان، قلت معي، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. أنت عكسي، لا تحزنين إذا جاءت، لا تحزنين. وما أحسن فعل، في واحد عندنا في الرياض وفي أيضا بنت أخرى مرة وولد، ما يقولون صرنا نحاسي بليس، يقول لا جانا قلنا بليس الملعون تبين أنا نحزن عقب يا الخايب، والله ما نحزن، قمنا نسولف معه وعرفناه، فهمتي ولا لا؟ الشيطان يحشو صدرس من أجل أن تحزني وأن تخافي. رب العالمين يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، تراس كافرة ترالتم وتنتم رحل للنار أعوذ بالله من حالك. ألا فهمتي؟ أيوة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله في الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقال في شو اسمه في النبي صلى الله عليه وسلم في النوم الرؤيا ثلاثة، بشرى من الشيطان، بشرى من الله، وتحزين من الشيطان، وأضغاث أحلام. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ.